استلم مصرف الجمهورية فرع وادي عتبة سيولة نقدية تقدر بمليوني دينار وزعت على العملاء بسقف سحب يقدر ب500 دينار. ذكرت إدارة المصرف أن السيولة وزعت على ما يقارب 7050 حسابا، كما وقفت التحويلات الداخلية لتسهيل الإجراءات على المواطنين. تواجهنا مشكلة قوية جدا جدا لأن الأساليات تأتي متباعدة وكميتها قليلة، إذ نحن منطقة نائية جدا الأسعار فيها مرتفعة في كل شيء، فمدخرات المواطنين تستنزف استنزاف شديد بسبب غلاء الأسعار وبسبب قلة السيولة، والمصدر الوحيد للسيولة هو المصرف المركزي، إذ أنه لا توجد هنا تجارة ولا رجال أعمال ولا أي جهات تقوم بإيداعات نقدية داخل المصرف تساعد في حل هذه الأزمة، فكل الإيداعات كل الأرسالية تأتينا من المصرف المركزي وهي قليلة وتأتي على مدخرات متباعدة. من قضية السيولة من أكثر من 3 أشهر المبلغ اللي جاء ما يغطيش احتياجات المواطن تقريبا وفق المعلومات اللي المبلغ اللي جاء في حدود 2,750,000 وعندنا حوالي 7,000 حساب عاملة اللي نحن نرجوه من الجهات ذات الاختصاص من مصرف ليبيا المركزي اللي هو زيادة القيم المواطن من 3 أشهر عطينا حوالي 300 دينار اليوم بقدر الإمكان حاولنا نوزع القيمة اللي وصلت على 500 دينار.